أهلا بكم من جديد. اجتمعت في طرابلس أمس اللجنة الخماسية العليا تنفيذا لتوصيات قمة السرت العربية الأخيرة لإعداد وثيقة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك وعرضها على قمة عربية استثنائية من المفروض عقدها في 9 أكتوبر المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الجماهيرية الليبية نص البيان الختامي لهذه القمة، والذي عكس اختلافاً في وجهات نظر القادة المشاركين، وهم زعماء ليبيا والعراق ومصر واليمن وقطر، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية. وبحسب البيان، أظهر النقاش مطالبة بعض الأطراف بإحداث تعديل جذري وشامل وبوتيرة سريعة لإقامة اتحاد عربي والاتفاق على ميثاق جديد، في حين تبنت أطراف أخرى لم يذكرها البيان الدعوة إلى منهج التطوير التدريجي والإبقاء على مسمى الجامعة العربية في المرحلة الحالية، ما دفع مصر إلى اقتراح اسم اتحاد الجامعة العربية. وما دام الانقسام في المواقف هو سيد الموقف ويطال كل المواضيع بما في ذلك المتعلق بالمسمى الجديد، فهل ستتفق الدول العربية على باقي المواضيع الأكثر أهمية؟ أم إن تفعيل العمل العربي المشترك سيظل إلى الأبد رهن الخلافات العربية العربية؟ وجهتا نظر تتعلقان بالرؤية الخاصة بتطوير جامعة الدول العربية ومنظومة العمل العربي المشترك هو ما خرجت به القمة الخماسية المنبثقة عن القمة العربية العادية التي عقدت في ليبيا مارس الماضي. زعماء كل من ليبيا ومصر وقطر واليمن والعراق، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية، المشاركون في القمة انقسموا بين مؤيد لإحداث تعديل جذري وشامل بوتيرة سريعة تؤدي لإقامة اتحاد عربي وميثاق جديد ينفذ في إطار زمني محدد، وبين متريث يدعو إلى تطوير تدريجي على مدى 5 سنوات والإبقاء على مسمى الجامعة العربية حاليا، ما استدعى إرجاء البحث في موضوع التسمية الجديدة إلى القمة الاستثنائية المقررة في أكتوبر المقبل، مع الأخذ بالاعتبار الاقتراح المصري بتبني اسم اتحاد جامعات الدول العربية بدلا من الاتحاد العربي. القمة أصدرت توصية بعقد قمتين في العام، واحدة رسمية وثانية تشاورية وقمم نوعية وتخصصية، إلى جانب إنشاء مجلس لرؤساء الحكومات العربية يعنى بالقضايا الاقتصادية وتسريع خطوات عمل البرلمان العربي وإنشاء محكمة عدل عربية. كما أوصت القمة المصغرة بإعادة تشكيل مجلس الأمن والسلم العربي وقوة حفظ سلام عربية وجهاز للإغاثة وتقديم المساعدات، ما بين طموحات عربية للعب دور أكثر فعالية في مستقبل المنطقة والعالم، وبين الخطوات العملية المتعثرة لترجمة هذه التوصيات، يبقى العالم العربي رهين خلافات دوله الداخلية وانقسامها إلى محاور. حسن فحص، العربية.